السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الظروف. هاد الليله جيت عند هاد صاحبتي، غادي ندير واحد العشاء خفيف وظريف على حساب الدراري الصغار. هو كيف تشوفوا زوين، حنا درنا شويه من شويه من وحطينا هاد البطاطا، هاد شويه الكفته. المهم العشاء ما خصوش يكون ثقيل، الى عجبكم هاد العشاء دعموني باللايك وشاركوا معايا في الشين ديالي، والى اللقاء وندوزو. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم انتوما؟ جينا عند واحد المراه تدير لنا العشاء. ها هي دارت الفريت، دايره الكفته، دايره واحد النعناع، واحد طيب النعناع المغربي كي دايره عيشه. بدات شي في جريده شعله نعناع كي دايره زوين صراحه، ديال المغرب هذا شي زوين. هي فين تطيب العشاء؟ هي الكوزينه ديالها. الكفته كتشوى كوزينه كعوره مع البيب وكوزينه. هيها كتشوفوا ناقصنا راه عندنا الشوايه كنجمعو. هيها هي الكفته ديالنا طابت صافي، حنا غادي نحيدوها. وهاد هي ديالنا طاب، الكفته ديالنا طابت، نزل شويه غادي نزيدو هنا نحيدو هذا. استنى غير خليني نصور انا. حنا غادي نقادو هذا هكا، غادي نزيدوها هنا هكدا، غادي نزيد شوية نديروه الكفتة. كلشي تعرف يديرها، حنا شرملناها، ديرنا لها شوية تاع القزبر، شوية تاع الزنجبية. صراحة عادية. شوفوا اللي طابت نحيدوها. هذه اللي طابت نهزوها هكذا حيت ما لاصقاش. ما تقدرش يحيد، حنا ولفنا كنحيدو بيدينا. حنا نقيسو العافية، نقيسو كلشي، راه يدانا ولفوق. المبتدئات مازال ما كيقدوش يقيسو بزاف، غادي نعاودو نسدو عليه هكدا. بعد ما سالينا العشاء ديالنا شحال هي الفريت كي طلعت، صراحة طلعت بحال ديال المطاعم الكبار، كي طلعت زوينة كل حبة بوحدة. ها الزيتون، الزيتون ديال المغرب 100%. هاد تايب النعناع هاهو شكي داير، درنا غير النعناع ما كترناش. تايب الكفتة ديالنا بعد ما شويناها وحطيناها كي طلعت على هاد الشكل زوينة. المهم هذا العشاء خفيف وسريع للدراري. هل كنت صافي.